السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده موقع اسمه كاتب، بتعمل ايه؟ بتبدأ تديله عنوان لمقالة، هو يبدأ ان هو يكتبها لك. الجميل ان انت تقدر تختار عربي او انجليزي او فرنش. اغلب المواقع المشابهة بتبقى فيها لغات كتيرة منها الانجليزي لكن مفيش العربي. طيب، وممكن تقول له اكتب لي مقدمة للمقال، اكتب لي مقال كامل، ساعدني اعاد صياغة المقال، مقتطفات مميزة. في نسخة مجانية وفي بعد فترة بتقف، فتضطر انت تعمل ترقية للحساب، مش تعمل لها رقية، لا يعني ترقيها. طيب خلينا مثلا نكتب مصر، مصر وأم الدنيا. تمام، وأقول له اكتب لي المقال عن مصر وأم الدنيا. هو مش هياخده كوبي من مكان تاني، وبيقول لك ان الخاصية دي خاصة بالمشتركين فقط، اشترك عشان ايه؟ اللي هي بفلوس. بيقول لك استعمل مساعد الذكي. طيب هقول له فكرة المحتوى وطريقة الصياغة. طيب هقول له مثلا مصر هم الدنيا، طريقة الصياغة واقعية، هل هي غائب ولا مخاطب ولا متكلم، ونقول له اكتب ونشوف هيكتب ايه. فقال لك انا مصر ام الدنيا، حضرت موجوده. الكلام ده لو خدته مش هتلاقيه موجود في مكان تاني، لكن ما تاخدوش كوبي بيست وتحطه في اي بحث او اي حاجه غير لما تعمل تشيك وتاكد منها وتعدل فيها على قد ما تقدر. احنا لينا تقريبا النسخه المجانيه 2000 كلمه، استخدمنا منهم 63 في مصر ام الدنيا، مش مشكلة نصرف في 2000 كلمة. طيب ممكن تكتب محتوى مبني على مصادر موثوقة مثل من اختيارك، تختار المصادر، رابط المصدر، تبدأ تديله المصدر وتقول له عايز قائمة أو كيفية أو مراجعة منتج أو شهادة، فتديله موقع معين وهو يبدأ إن هو يكتب من خلاله. وممكن يديك أكتر من اقتراح على فكرة. عايز صياغة مقالات، هتاخد مقال وتبدأ تديها له، هو بيشوف المرادفات ويبدأ إن هو يكتبه. مثلا هقول له هوت، وأقول له إعادة صياغة المقال، فهو بيشوف المرادفات ويبدأ إن هو يعدل عليها. وممكن تشغل تدقيق لغوي لو أنت عايز. لما شغلت تدقيق لغوي بدأ يديني بعض الكلمات، مفروض مثلا تشكل، المفروض يعني اقتراحات للتصحيح. الاقتراحات مش كلها طبعا صح، مفيش حاجة بتبقى صح 100%، لكن انت بتبدأ تشوف ايه الحاجات اللي هو بينبه عليها. في تصميم للصور، تقدر ان انت تكتب حاجة هو يبدأ ان هو يتصورها لك بالشكل دوت. في يعني الموقع يستحق ان احنا نجربه ونشوفه وندعمه على قد ما نقدر. ممكن تكتب مثلا بوستات، مثلا وصف المنتج، اسم المنتج مثلا شنطة، سمسونايت شنطة رجالي جلد، وبكلمة سر شنطة سمسونايت. تمام، عايز كم اقتراح؟ عايز 3 اقتراحات. تم تصميم هذه الحقيبة الرجالية الأنيقة للرجل العصري، الجزء الخارجي من الحقيبة مصنوع من جلد متين ومقاوم للمية. لا أنا كده هشتريها بقى بدل يعني ظريف إن هو كتب الكلام الجميل دوت. تمام، طيب مثلا طيب هقول له موقع كاتب، واقول له إعادة صياغة المقالات وكتابتها. طيب خلينا نشوف بقى هيقول لنا ايه. قال لك موقع رايتر عبارة عن منصة مبتكرة تساعدك على إعادة صياغة المقالات وكتابتها بسرعة وسهولة، والحاجات دي كلها. لو عملت سيرش مش هتلاقي الكلام ده موجود في موقع تاني. هو
ابدعوا او كتبوا من اول وجديد. هسيب لكم الرابط اسفل الفيديو ان شاء الله.